اللي فهمته من الفيلم اللي مش تكون يكون دوري كما دور روس في فيلم تيتانيك. هي مش تحكي في حكاية فاتت، فهم ممثلين أخرين اللي هم مش يمثلوا الواقع اللي متاع القصة هذيك. معناتها أني روس. ألفا عندها 4 بنات، جوز الصغار أي وتيسير بزيلوا عايشين معاها، والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب. وزادة باش تتعرفوا على الجوز ممثلات اللي باش يمثلوا أخواتكم الكبار. إما فما ممثلة باش تعوضك وقت اللي انت شي حوايج صعبة عليك تجمش تعمل. هذا هو الجانب الخايب في الفيلم، بدون برشو في الجروح متاعنا. أكسيون. أي أما مازلت ترى اللي أي حاجة عندها علاقة ببدنهم. طب بدني ملكي يعني، ما أنا ملك شحوم. جاتك القوة هذه كلك منين طلعتي بيه لك ليه ماذا؟ هاو كان ناقو وقت نشدها نبرك عليها كيف من هكا والله قاعده نعبر يعني نحكي في الفيلم مش نحكي في الدار. انت وشني الغلطة في هذا سامحني شني يا انت قلت لك طفل باسني انت ما بشتش في عمرك كان باسني وانا ناخذ الثاني وناخذ الثالثة. خاطر كيف ما قالت لك نفس اللي تمارس عليها هي في حياتها عملت في حالكم. اخت كوين ما نعرفش بقول لها برش حاجات اني في الفيلم هذا مش نحاول نحكي حكاية بنت ألفا.